لما اشوفها على ارض الواقع عندي بالنسبه لي انا كمواطن، انا احس بيها لما توصلني انا كمواطن. لكن انا كمواطن مش موصل غاز، ازاي اعرف ان عندي كميه غاز كبيره يعني؟ اللي بيستخدم الغاز دلوقتي بيحس بفرق جامد جدا ما بين استخدام الغاز وبين الانبوبه العاديه. يعني انت كنت في المتوسط الشهر بتستخدم في البيت انبوبتين، معدل مثلا لو الاستهلاك العادي دلوقتي ب 70 جنيه يعني 140 جنيه، دلوقتي لا ممكن يجيلك الفطور 50 60 جنيه في الشهر. المواطن يحس بالثروات اللي اكتشفت مؤخرا دي انها تكون فعلا متاحه لكل المصريين. البيوت اللي ما فيهاش غاز يدخلها غاز، سواء بقى في بيوت في مناطق فخمه او في مناطق شعبيه او في كل المناطق، يبقى ده سيستم موجود في كل عند كل الناس يعني. والاسعار طبعا تبتدي تثبت على وضع يعني يقدر عليه كل الناس. ثروه الغاز اللي موجوده دلوقتي في مصر تقدر تكفي او تعمل اكتفاء ذاتي للبلد من ناحيه الكهرباء او المصانع، او ان انت تقدر تدخل لبيوت وناس اكتر من اللي موجود. احنا حاليا دلوقتي مثلا هنقول مصر فيها بنسبه 80% منازل فيها غاز، ده في اماكن كتير، واحنا انا واحد من الناس بيتي فيه غاز. الاسعار غاليه شويه بس اهو يعني هنقول السعر التكلفه مش زي برضو القديم، او مش زي مثلا ساعه ازمه الانابيب او المشاكل اللي كانت موجوده.